تجبير خزانات المياه فكرة مستوحاة من تراث الأجداد هنا بمدينة ألف قبة وقبة بالوادي. العملية تبدأ بتغليف الصهاريج بالأسطح بمادة الجبس لما له من خصائص تساعد على تبريد المياه صيفا. والله بالنسبة للخزانات هذا ما اللي لبسوا فيهم هذا فهمتي، كي شغل أهل الجنوب يعانوا من سخانة تاع الخزان. الفكرة هذه نلقاها فكرة هذه ناجحة ياسر، وكي شغل البلاطر نحن هذا الفكر تاع البلاطر هذه من بكري ما عند جدودنا ذات الحداثة تاع البلاطر هذه. ظاهرة تجبيس الصهريج يسعى من خلالها سكان وادي سوف إلى حماية هذه الخزانات من أشعة الشمس ومن التلف صيفا وشتاء. عندنا هذه الطريقة في تجبيس الخزانات ابتكرناها حديثا، فهي تحمي الخزان من أشعة الشمس ومن ضربات البرد وتعزل هذا الخزان عن عدة أشياء. الأزمة تلد الهمة، مقولة تنطبق على سكان سوف الذين يجابهون لحيف الحرارة بتجبيس صهاريج المياه علهم يشربون ماء باردا في فصل الحر.